اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. انا ساندرا مكاري وهقول لكم النهارده على الخطوات اللي تاكلوا بيها نشويات من غير ما وزنكم يزيد. نوع النشويات اللي بناكله بيلعب دور كبير جدا في انا هتخن ولا هشبع ولا هجوع بعد شويه ولا احتمال اخس. من اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدني ان انا اخس وانا باكل نشويات هي ان انا اختار النشويات المعقده، مش بس اخس لكن كمان هي مفيده جدا لجهازي الهضمي ولجسمي عموما. يعني ايه النشويات المعقده دي؟ اللي هي صعبه شويه في الهضم، اللي هي فيها الياف اكتر، فيها قيمه غذائيه اعلى، ما دخلتش في مراحل تصنيع كتير. زي ايه مثلا؟ زي البطاطا، زي البليله، زي الفريك، زي الشوفان السليم. كل الحاجات دي نشويات معقدة تساعدني على الشبع، يعني لما أكلها سكر الدم بتاعي مش هيترفع وينزل تاني فأجوع بسرعة، فهفضل شبعانة وقت كبير. النشويات البسيطة بقى زي الدقيق الأبيض والسكر والرز الأبيض، كل الحاجات دي لو أخدتها في بداية يومي أو في آخره هتجوعني بسرعة جدا، فهبقى مستني الوجبة الجاية واحتمال أضطر أرمرم في وسط الأكل أو في وسط الوجبات، وده أكيد مش هيساعدني إن أنا أخس. طب هبدل الرز الأبيض بإيه؟ ممكن أبدله ببرغل بني، أبدله بفريك، أبدله برز بني، كل ما هو عليه القشرة الخارجية أو حبة كاملة هو أحسن من الحاجات الحبوب البيضة. من أكتر بقى الطرق اللي أنا شخصياً بسيطر بيها على أكلي لكمية النشويات اللي قدامي هي إن أنا أبتدي الوجبة بتاعتي بطبق خضار كبير، طبق سلطة. لما ابتدي بشوربة وبعدين اخد سلطة او سلطة وشوربة ايا كان الترتيب، حاجات مش دسمة وبحط عليها دهون صحية وبعدين باخد البروتينات، على ما بوصل للنشويات بكون خلاص انا اوريدي ابتديت اشبع، مش مستني اشبع لما اكل الرز او المكرونة اللي في الطبق، لا انا باكلهم علشان نفسي فيهم بس مش قادرة اكل كتير لان انا اساسا شبعت بالحاجات اللي ابتديت بيها الوجبة. في حاجة تانية بقى مهمة قوي وهي شرب المية. الحقيقة شرب المية قبل الوجبة بنص ساعة ما بيطلعش كرش، شرب المية قبل الوجبة بنص ساعة بيملى جزء من معدتنا وبيخليها قادرة تستقبل كمية أكل أقل. في أمهات كثيرة قوي بيبعتولي يقولولي إن هم بيتغدوا مرتين. ليه بتتغدوا مرتين؟ إحنا بنحضر الأكل للولاد وناكل من الحلة وإحنا بنغرف وبعدين نغرف لهم ونطلع لهم الأكل وبعدين نعمل طبق لنفسنا ونقعد ناكل. الحقيقة دي غلطة كتير مننا بيقع فيها. مهم جدا إن أنا أغرف في طبق وأبقى عارفة الكميات اللي هاكلها وأبقى مرتاحة لها. أنا مش عايزاكم تحرموا نفسكم بس أبقى غرفت الطبق خلاص هي دي وجبتي، لكن ان انا احط الحله قدامي وابتدي اغرف منها مرات لا نهائيه ده هيخليني اخلص اكيد اي اكل قدامي، بالذات لو انا اللي عاملاه ومبسوطه بيه. لو اتبعنا الخطوات البسيطه دي هنقدر ناخد نشويات صحيه على مدار اليوم وفي نفس الوقت نخس لو حددنا الكميات بتاعتها من غير ما نحرم نفسنا من اي حاجه. من احلى واهم النشويات المعقده اللي ممكن تاكلوها هي البطاطا، واكيد سمعتوني بقولها كتير وانا بتكلم عن النشويات المعقده. هعمل معاكم النهارده وصفتين بالبطاطا، اول وصفه هي سلطه الجرجير بالبطاطا وتاني وصفه هي مفاجاه كده براونيز من غير دقيق ولا سكر، حاجه طعمها حلو جدا. خلونا نبتدي الاول بسلطه الجرجير بالبطاطا. المكونات بتاعتها انا معايا جرجير ومعايا بطاطا هدخلها الفرن واعملها كريسبي. يعني ايه؟ هاخد البطاطا دي احط عليها زيت الزيتون ده، احط عليها التوم باودر ده، ادخلهم الفرن هتطلع لي بطاطا كريسبي كاني قلياها. الجزء الثاني من الوصفه هو السلطه، عباره عن ايه؟ عباره عن جرجير، بصل احمر متقطع ويدجز، معايا كمان كرانبيريز او اي حاجه مجففه لو ما عندكوش تقدروا تستغنوا عنها بالزبيب لو ما فيش التوت المجفف، ومعايا كمان بذور القرع ولو ما عندكوش تقدروا تستغنوا عنها بأي بذور موجودة عندكم، عندكم عين جمل بدلها، عندكم شوية سوداني هيأدوا الغرض، فأي حبوب بس أنا عايزة يبقى فيه مصدر للدهون الصحية في السلطة دي. معايا كمان مصدر البروتين بتاعي هو الجبنة الفتة، وهنا تقدروا تبدلوها بأي حاجة انتوا عايزينها، عايزين تبدلوها بجبنة براميلي، عايزين تبدلوها بجبنة اسطنبولي، عايزين تبدلوها بجبنة مشطشطة، تقدروا براحتكم.
ومعايا كمان البطاطا نفسها بقى اللي هتشوفوا شكلها لما ندخلها ونطلعها من الفرن. تعالوا نبتدي فيهم، بس بعد ما اقول لكم مكونات الدريسنج، الدريسنج بتاعي مكوناته مختلفة شوية، داخل فيها عسل. تعالوا نشوفها مع بعض هي عبارة عن ايه. انا معايا هنا زيت زيتون، معايا مستردة، معايا عسل، ومعايا خل. هنا هنستعمل خل ابيض اللي متوفر عندنا كلنا، مش اي نوع خل مختلف. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة احنا هناخد البطاطا ندخلها الفرن، معانا صاج، احط البطاطا بتاعتي كده وهنزل عليها بشوية زيت زيتون، وهحط بصل باودر. هعمل ايه بقى عشان اخلط الحاجات دي في بعض؟ هلبس بقى جلوفز. قلنا ليه؟ علشان خاطر اقلل كمية زيت الزيتون اللي محطوطة. انا لو رشيت كده فوق البطاطا لحد ما اغطيها كلها هستعمل كمية زيت زيتون اكتر بكتير من لو ابتديت ايه اخلطه بايديا كده. خلاص بصوا البطاطا كلها اتغطت بزيت الزيتون وبالثوم الباودر. تقدروا تحطوا بقى اي اضافات، عايزين تحطوا ملح، فلفل، عايزين تحطوا بابريكا، اي اضافه عايزين تضيفوها عليها تقدروا تعملوا كده. ياخد الصاج ده وادخله الفرن لمده تقريبا 30 دقيقه على درجه حراره 180 لحد ما تبقى كريسبي. اوريكوا شكلها لما بيطلع، بتبقى حلوه جدا. تعالوا بقى نعمل الجزء الغريب والحلو في الوصفة دي اللي هو الدريسنج. احنا هننزل كل المكونات على بعض ونضيف عليهم ملح وفلفل ونقلبهم كويس. زيت الزيتون اللي بنضيفه في الدريسنج ده دهون صحية، بس هو لسه دهون، يعني كل معلقة كبيرة فيها سعرات حرارية محترمة. هي صحية بس سعرات، فلازم لما نزود زيت زيتون نزوده بحساب. يعني انا هزود كمية وابتدي ازود عليها، يعني هبتدي بمعلقه وبعدين معلقه ونص، معلقتين. هدف زيت الزيتون هنا انه يربط لي الدريسنج بتاعي، لكن هو مش بيضيف لي طعم في الدريسنج خالص. بصوا انا كده حطيت ايه مثلا معلقه كبيره. العسل داب والصوص بتاعي ربط او الدريسنج ربط، انا خلاص مش محتاجه ازود ايه كميه اكتر. وهحط بقى هنا الخل. طب لو حطيته بقيت كميه زيت الزيتون زي ما مكتوب في الوصفه، ايه اللي هيحصل؟ الصوص ده هيتقل او الدريسنج هيتقل. فانتوا لو انا بقدم الوصفه دي لناس جايالي او كده، هزود كميه زيت الزيتون. لكن لو انا خلاص باكل في البيت، انا حطيت معلقه واحده كفايه للناس اللي قاعده تتغدى. بصوا بقى هنعمل ايه، هناخد دي بس بعد ما ازود شويه ملح وفلفل. انا من الناس على فكره اللي بحب ما ازودش ملح في الاكل، وساعات ما بحطش خالص، ووقت الاكل ابتدي ازود الملح، كل واحد حسب الرغبه كده. ايه الدريسنج بتاعي بقى جاهز. نعمل السلطه نفسها. السلطه عباره عن ايه؟ انا مجهزه شويه بطاطا دخلتهم الفرن، لما طلعوا من الفرن بقى شكلهم كده كريسبي وحلوين جدا، وطعمهم ولونهم هيبدلوا شكل طبق السلطه. بصوا هنعمل ايه. احنا معانا جرجير، لو ما عندناش كميه جرجير تكفي نقدر نحط جرجير وخس. اللي عايز يحط اي اوراق خضرة هنا يقدر. هبتدي بقى اضيف بقيه المكونات. طب انا ما عنديش بصل احمر، نحط البصل اللي موجود، بصل ابيض، بصل مخلل اللي عايز يزود، اللي عايز يحط شويه البصل دول في معلقه خل ويدبلهم شويه بيبقى طعمهم حلو جدا. خلاص وهبتدي احط طبقات
من المكونات اللي عندي. مهم قوي اللي بياكل يبقى شايف مكونات الطبق من غير ما يبتدي يسأل. كانوا زمان يقولوا لنا في الكتب كده أكلوا الأطفال ألوان كتيرة. يعني إيه ألوان؟ مش قصدهم ألوان يعني ألوان بجد، لأ قصدهم ألوان مختلفة في الطبق. فإحنا كل ما بناكل ألوان مختلفة كل ما كل حاجة من دول ليها قيمة غذائية مختلفة عن التانية، فأنا بدخل جسمي عناصر غذائية مختلفة ومتنوعة وحلوة. دايما الاكل اللي ما لعبناش فيه وما دخلناش فيه دهون كتيره مش صحيه وزودنا عليه جبنه سايحه والحاجات دي، الاكل ده احلى اكل ممكن تاكلوه لجسمكم. عايزين بعد كده بقى تخسوا تتخنوا تاكلوا اكل صحي، لكن هو مفيد للجسم. بصوا بقى البذور، بذور القرع دي او اللب متوفره في كل حته، لو مش ما عندكوش تقدروا تستغنوا عنها باي نوع مكسرات تحبوه. دلوقتي بقى ايه هحط اخر حاجة وهو مصدر البروتينات بتاعي، وهي الجبنة البيضاء. الجبنة البيضاء مش بس مصدر بروتينات حلو، لكن هي كمان مصدر للكالسيوم ممتاز. الجبنة البيضاء بتيجي بعد اللبن والزبادي في كمية الكالسيوم اللي فيها، فهي مفيدة جدا علشان هشاشة العظام، مفيدة جدا لصحة السنان وصحة العظم. بصوا كده بقى ايه شكل الطبق، حلو جدا. انا كده السلطة بتاعتي جاهزة. استنونا بعد الفاصل هنرجع لكم بوصفة تانية بالبطاطا احلى من الاولانية. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم بوصفه جديده حلوه جدا، هنستعمل البطاطا ونعمل بيها براونيز بالبطاطا. وصفه صحيه وحلوه جدا، بس خلوني الاول اقول لكم انا ليه عامله وصفتين كاملين، واحده حادقه وواحده حلوه. الاثنين المكون الرئيسي بتاعهم البطاطا. الحقيقه البطاطا غنيه جدا بالحديد والفوليت، ودول بيساعدوا اي حد بيعاني من الانيميا انه يحسن من صحته. هي كمان غنية بالألياف، فيها ألياف كبيرة جدا وكثيرة جدا، ده بيساعد الإنسان العادي ومريض السكر إن هو يشبع بصورة أفضل، يشبع أسرع، وما بترفعش معدلات السكر في الدم، فهي مناسبة جدا كنوع نشويات لمرضى السكر ولكن باعتدال. هي كمان غنية جدا بالبيتا كاروتين وفيها فيتامين ألف. البيتا كاروتين ده مضادات أكسدة، وده بيساعد على تجديد خلايا البشرة والجسم عموما بطريقة صحية، وتبقى بشرتنا نضرة كده لما ناكل حاجات فيها مضادات أكسدة كتير. هي كمان غنية بالكولين. الكولين ده ايه؟ ده مادة بتساعد على الاسترخاء. فمن الحاجات اللي احنا معروفة ان احنا كده بناكل بطاطا في الشتاء ونقعد نتدفى ونبقى مسترخيين في الوقت ده، الحقيقة ده لسبب ان البطاطا فيها كولين، وده بيساعد على الاسترخاء وكمان بيساعد على تقليل الالتهابات في الجسم. هي مصدر غني جدا بالنشويات او الكاربز، الكربوهيدرات. النشويات مهمة جدا في نظامنا الغذائي، ولكن زي ما قلنا نوع النشويات بيفرق جدا. نوع النشويات اللي في البطاطا نشويات معقدة، ما بيعليش قوي سكر الدم لو اخدناها باعتدال، ومناسب جدا لمرضى السكر زي ما قلنا، وللناس اللي بتحاول انها ما تتخنش او تخس. هي كمان فيها بوتاسيوم. البوتاسيوم مهم جدا في ضبط مستويات ضغط الدم، فهو مفيد للناس اللي عندها بتعاني من مشاكل في ضغط الدم، ولكن طبعا ما تغنيش عن اي دواء الدكتور كاتبه لنا. تعالوا نشوف بقى مع بعض دلوقتي مكونات الوصفة اللي هنعمل بيها براونيز صحية ممكن ناكلها في الدايت بعد الوجبة بتاعتنا على طول. احنا معانا 2 بطاطا مستويين، دي بواقي بطاطا، والله كنا حاطين امبارح شوية بطاطا في الفرن يتشوا ودول فضلوا، عندي بطاطا فضلة حطيتها في الميكرويف او سلقتها، ايا كان المهم هي طرية اقدر اهرسها. بصوا طرية ازاي، انا حاطة هنا الشكلين، واحد بالقشر واحد من غير قشر، عشان انا شخصيا بفضل ان انا استعمل اللي بقشر، لان القشر ده الياف زيادة وقيمة غذائية اعلى، ولكن لو انتوا ما بتحبوش تستعملوا القشر تقدروا تستغنوا عنه. معايا كمان
أربع معالق شوفان كبيرة، كاكاو خام بدون سكر، معايا بيكنج باودر، معايا بيضتين، معايا قهوة سريعة الذوبان دي، ومعايا رشة ملح، فانيلا، وثلاث معالق كبيرة سكر سيفيا أو أي بديل سكر أنتوا شخصيا بتحبوا تستخدموه، أهم حاجة يكون مكتوب عليه آمن للخبز. ومعايا نص كوباية عين جمل، بيكان، أي مكسرات تحبوا تستعملوها، بس أنا شخصيا بحب البيكان وعين الجمل مع البطاطا جدا. طب احنا هنعمل ايه؟ تعالوا نبتدي بأول خطوة. احنا مش محتاجين حاجات كتيرة، ممكن تحطوا المكونات دي كلها في محضر الطعام وتبقى ايه البراونيز جاهزة في وقت قليل جدا. بس انا شخصيا بحب ايه كالعادة اعمل الحاجات بايديا. فاحنا هنهرس البطاطا، انا مش محتاجة اي حاجة معقدة علشان اعمل البراونيز دي، خلاص كلها بالشوكة وفي بولة مش اكتر. خلاص هرست البطاطا، انا بحب البطاطا ما تبقاش مهروسة معجون قوي، تبقى ايه فيها قطع كده. تعالوا بقى نحط بقية المكونات عليها. هناخد الاول البيض، وهناخد كمان القهوة سريعة الذوبان. طبعا اول ما بنقول بيض يبقى هنحط ايه الخطوة اللي جاية؟ هنحط فانيلا. طب لو انا في يوم من الايام كده بخبز حاجة ولقيت انا ما عنديش فانيلا، اوقف ما اعملش البراونيز؟ لا خالص، الفانيلا فكرتها انها لو البيض فيه زفارة تضيعه. طب انا ممكن احط ايه بدل الفانيلا لو انا ما عنديش في اليوم ده؟ ممكن احط رشة قرفة، ممكن احط بشر قشر برتقان مثلا، اهم حاجة ما تدخلش على الطبقة البيضة بتاعت البرتقانة، بشر كمان الليمون، قشر الليمون بيدي طعم حلو جدا. كل الحاجات دي انا ممكن استعملها بدل ايه؟ بدل الفانيلا. ده احتياطي، عشان عادي كلنا بيحصل عندنا انه في حاجة خلصت من البيت وانا دلوقتي قررت اخبز، فمفيش حاجة ايه توقفكم. احنا دلوقتي حطينا كل المكونات، حطينا البطاطا، البيض، القهوة سريعة الذوبان، الشوفان، الكاكاو، وتأكدوا دايما ان الكاكاو اللي بتجيبوه يكون كاكاو خام معليهوش اضافة سكر، مش الكاكاو اللي هو بيحضروا بيه للأسف المشروب بتاع الأطفال، لا احنا عايزين كاكاو خام ما فيهوش اضافة سكر. انا مصدر السكر عندي هنا طبيعي من البطاطا، وكمان من سكر ستيفيا. سكر ستيفيا ده مستخرج من نبات الستيفيا طبيعي، ايا كان النوع اللي انتوا بتجيبوه او بتفضلوه. بصوا كده، على فكرة اللي عايز يعمل البطاطا دي او البراونيز دي طعمها بطاطا اكتر وشوكولاتة اقل يقدر يستغنى عن اضافة الكاكاو ويبتدي يحطها في الفرن على طول، هتطلع بطاطا كده بالشوفان براونيز، مش براونيز ساعتها هتبقى بلونديز. البلونديز دي اللي هي اخت البراونيز، شبهها كده بس بيبقى لونها افتح. طيب باين ايه؟ حطوا بقى، ما عندكوش بيكان او عين جمل مفيش مشكلة خالص. انا ايه هحط كده شوية، عايزين تكسروهم، عايزين تحطوهم سلام، عايزين تحطوهم على الوش، فايه كل دي حاجات ترجع لكم. خلاص معايا بقى قالب، وافضل ان القالب ده يكون عارفين قالب التشيز كيك اللي هو من تحت بيتشال، القاعدة بتاعته بتتحرك علشان اطلع البراونيز بتاعتي بسهولة، او يكون قالب عادي جدا بس يكون ما بيلزقش اهو. طيب انا عايز البراونيز بتاعتي تخينة، هستعمل قالب اصغر من ده. انا عايز البراونيز بتاعتي مش تخينة قوي، هستعمل قالب بالحجم ده. ده بيطلع سمك متوسط. هدخل البطاطا بتاعتي الفرن على فرن اوريدي انا مسخناه 180، ما ينفعش الفرن ما يبقاش سخن قبل ما ادخل البطاطا.
انا بقى مجهزه لكم نسخه من البراونيز اللي بالبطاطا، شوفوا شكلها طالع حلو ازاي. بصوا طريه ازاي. وعلشان ما هرسناش البطاطا قوي، شايفين حتت البطاطا اللي باينه جوه؟ انا بحب كده جدا. لو انتوا مش عايزين حتت البطاطا دي تبان، تقدروا تضربوها بالهاند بلندر او تهرسوها اكتر ما انا هرستها، بس انا بحب اللي بياكل يبقى فاهم المكونات اللي بياكلها. بصوا بقى، تخيلوا انتوا طبق زي ده طلع على ترابيزة السفرة بعد الغداء. احنا معانا براونيز ومعانا شوية توت كده حلوين. حطوا الالوان اللي انتوا عايزينها، مش عايزين تحطوا توت، عايزين تحطوا فراولة تقدروا. طب ما عندناش فراولة، عايزين تحطوا برتقان تقدروا. ايه رأيكم لو شلنا الفانيلا وحطينا بشر برتقان وبعدين زوقناها او قدمناها بشرايح برتقان فوق؟ هيبقى طعمها حلو جدا. انا هنا بقى هقدمها بشوية شوكولاتة سايحين. الشوكولاتة دي من غير سكر. بصوا اهي، هنعمل بس ايه اشكال كده. شوكولاتة خام بتاعت خبز، بس ايه، معليش اضافة سكر. نسبة الكاكاو فيها كل ما بتعلى، كل ما الكاكاو اللي فيها ده بيساعدني على الحرق اكتر. اهم حاجة واحنا بنعمل الوصفات الحلوة الصحية دي ان احنا نبقى بناكلها باعتدال. يعني انا ما ينفعش اجي اكل الصينية دي كلها واقول ايه، ما هي صحية، انا عامل دايت فاكلت براوني الصحية. لا، هي صحية بس اكلها ايه، باعتدال. بصوا حلاوة شكلها، عايزين تزودوا واحدة كمان من غير الشوكولاتة فوقيها. البطاطا مفيدة جدا جدا، عملنا بيها وصفتين النهاردة. اول وصفة كانت سلطة جرجير بالبطاطا، وتاني وصفة كانت براونيز من غير اضافة سكر. يا رب تكون وصفات النهاردة عجبتكم. ابعتولنا وقولولنا عايزين نعمل لكم ايه في الحلقات اللي جاية، واستنونا في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.